ازيك شو عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب هنبدأ بإذن الله بحل صفحة 135 على زمن المضارع التام. تمام، يلا بسم الله. I haven't met my friends a long time. طيب اولا ايه الكلمة في دول اللي بتيجي مع النفي، اللي هو ايه؟ for a long time ولا when a long time ولا until ولا since؟ تمام، تبقى for a long time، لان كلمة a long time until دي بيجي قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام، هي مش جاية كده. تمام، يبقى سيبنا من until، يبقى دي هتاخد ايه؟ for a long time، لمدة طويلة. طيب I haven't met my friend since he، ها انا ما ينفعش اجيب مضارع تام ومضارع تام تاني، يبقى since he traveled. تمام، ده بداية الحدث. اوكي، scientist ways to a isolate genes already. تمام، عشان يعدلوا ال ايه الجينز. طيب will develop ولا انا كلمة already معناها ايه يا شباب؟ معناها بالفعل، يبقى دي حاجة ايه حصلت وما زال اثرها مستمر، يبقى have و has والتصريف التالت يبقى have developed. اوكي، طيب the team the report yet، يبقى نفس الكلام كلمة yet من الكلمات اللي بتدل على المضارع التام، تيجي مع الجملة المنفية. تمام، يبقى هتاخد haven't finished. طيب my case I can't open the door. اوكي، انا مش عارف افتح الباب لان my keys are losing ولا have been lost ولا have lost ولا اولا هي حد ضيعها. تمام، ولا were being lost. طيب دي هتبقى have been lost. have been lost ليه؟ اصل انا عندي اثرها موجود، حاجه حصلت في الماضي وما زال اثرها موجود، اللي هو انا مش عارف افتح الباب، يبقى ده الاثر بتاع الحدث. طيب بعد كده this is the most interesting book I have ever read. اشمعنى؟ لان كلمة ever بتيجي مع التجارب. تمام، والتفضيل تفضيل. تمام، بعد كده I the book you were looking for here a is it. يبقى I a have found، انا لقيت الكتاب اللي انت بتدور عليه هو اهو. تمام، طيب would you like something to drink؟ no thanks I يبقى I am just having، لا just had ماضي تام، لا just have had ولا ايه؟ I have just had. I have just had، اشمعنى؟ have هنا بتاعة الزمن وهاد هنا التصريف الثالث، وكلمة just يعني حالا، اصلا المضارع التام بيجي مع الافعال لسه تحدث يعني توا، يعني حاجة لسه حاصلة حالا. طيب my old car، اول حاجة اول ما قرأت الجملة عرفت ان ده مبني المجهول. تمام، طيب for a sale on a Olex for 2 months. اوكي، يبقى has offered. yes، ليه خدت has offered؟ عشان عندي for 2 months. تمام، طب لو قالي 2 months ago، يبقى دي ماضي بسيط، يبقى was offered مثلا، اصلا مش موجودة، سوري انا اصلا غلطت، تبقى has been offered لان ده مبني المجهول، ده شكل مبني المجهول اللي هو have و has و been وتصريف تالت has او have وبعدين been وبعدها تصريف تالت. اوكي، بعد كده my sister is choked، اختي مصدومة، she the game in the a the last second، يبقى she has lost، هي خسرت الجيم. تمام، عشان كده هي مصدومة، يبقى ده الاثر اللي مستمر معايا. طيب where is علي he just now، يبقى has left just now، بس قايلين كلمة just now تاخد مضارع تام. اوكي، the last 2 weeks، اول ما اقول the last 2 weeks the last باخد ايه؟ for، لكن last باخد since. اوكي، the last باخد for لكن last باخد since. طيب بعد كده she has been in the manhur. اوكي، the day of her arrival from upper Egypt، عايز اقول من اليوم بتاع ايه؟ ان هي كانت جاية من مصر. تمام، يبقى since، لان since دي بداية الحدث، since ده ايه؟ بداية الحدث. طيب I moved to Cairo since then I my friends، يبقى I haven't seen. اوكي،
انا من يوم ما اتنقلت الكايرو وانا ما شفتش اصدقائي، يبقى haven't seen. بعد كده I started my profession. I have met a lot of excellent students. تمام. When I started ولا since I started ولا after ولا before. اولا ده زمن ايه؟ have met مضارع تام. يبقى ايه الكلمات اللي بتدل على المضارع التام؟ since. تمام، يعني معناها منذ اول ما بدأت ان انا ايه اشتغل في my profession. تمام. بعد كده مراد to his village he is still there. هو لسه هناك. تمام. يبقى had been لا. has gone yes. has تيجي مع مراد لان مراد مفرد. gone معناها راح ولسه مرجعش. تمام. اللي فيها او واحدة او اي واحدة معناها راح ولسه مرجعش، لكن been معناها راح ورجع، يبقى طبعا has gone. تمام. بعد كده محمد is the most intelligent child I have ever seen. ده صيغة التفضيل بتاخد ever، صيغة التفضيل بتاخد ever، دي تتحفظ. بعد كده have you seen the new film؟ sure I have seen it yesterday. لا، يقولك yesterday. بدي كلمات بتدل على ماضي بسيط، انا جاوبت في الماضي البسيط يبقى I saw على طول. تمام. ناخد بالنا من الكلمات اللي بتدل على المضارع التام، ايه هي؟ just already yet ever never for since up till now so far. okay. كل الكلمات دي لازم تتحفظ. طيب I have visited my uncle. okay. يبقى ده مضارع تام. كلمة ago ماضي بسيط. تمام. three times this week ولا three times last week ده ماضي بسيط، ولا yesterday ماضي بسيط، يبقى طبعا three times this week. تمام. ذكر عدد المرات، يبقى لما بذكر عدد المرات يبقى باخد مضارع تام. mom to the shops let's see what a she bought for us. عايز اقول ان هي راحت ورجعت، يبقى ايه؟ has been. has been معناها راحت ورجعت، بيقول لك يلا نشوف هي جابت ايه، صح؟ يبقى راحت ورجعت. بعد كده your car اول حاجه يبقى ده مبني للمجهول. تمام. يبقى your car hasn't it's ready to use now. now جاهزه دلوقتي ان انت تستخدمها. يبقى has already repaired هي صلحت، ولا was being repaired ماضي بسيط. has already been repaired هي has already been repaired ماضي مضارع تام مبني للمجهول. we ate a lot yesterday اكلنا كتير امبارح. but we much so far today so far. تمام. يبقى haven't eaten قولك لكن احنا ما كلناش كتير النهاردة. تمام. بعد كده the ceiling السقف was white and now it's yellow. someone هبقى عايزة اقول ان شخص دهنه اسمه has painted. ليه اخدت has مع someone؟ دايما someone تعمل معاملة المفرد. someone somebody everyone everybody no one nobody كل ده بيعمل معاملة الايه؟ يعامل معاملة المفرد. طيب علا was in a marina for the summer. this means that she spent every summer in marina. كل summer بتقضيه في marina. انا قلت this summer for the summer اللي هو الايه؟ السمر اللي فات، الصيف اللي فات. she spent this summer in marina تمام. ولا she spent part of the summer ولا she spent all the summer in marina هيتبقى this summer. علا was in marina for the summer يعني لمدة الصيف. تمام. she spent all the summer in marina كل الصيف، ولا this summer الصيف اللي فات كامل هتبقى this summer. my father has gone to England معناه ان ابي راح لايه؟ لانجلند. يبقى هو لسه راح ومرجعش. تمام. انا قلت اللي فيها اي واحده راح ومرجعش. for 2 years this mean he is in England now. okay. ولا will be back soon is back now won't go there طبعا he is England now. ماشي. هو راح بقاله سنتين ولسه still هناك. تمام. كده يا شباب لحد صفحة 136، هنكمل بإذن الله في الفيديو الجاي 137 و138 وبقية الأسئلة عامة. بالتوفيق يا رب. لو استفدتم منسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت للفيديو. بالتوفيق يا رب.